لم تكن هذه التظاهرة الأولى من نوعها، فما يزال الحراك الطلابي في جامعة صنعاء ومعه أعضاء هيئة التدريس يرفض تحويل الجامعة إلى معسكر أو مقاطعة خاصة بالميليشيا. يوما تلو الآخر تتوالى الانتكاسات والتعسفات في حق الأكاديميين في جامعة صنعاء تحت وطأة حكم الميليشيا. ويوما عن يوم يزداد هذا السخط والرفض في وجه هذه الجماعة التي لم تترك أي مؤسسة إلا وفرضت فيها هيمنتها ونمط سلوكها بقوة السلاح، لتنال المؤسسات التعليمية وبالتحديد جامعة صنعاء النصيب الأكبر من الانتهاكات بعد اقتحام كليتي الإعلام والتربية وتنصيب عمداء بالقوة متجاوزة بذلك كل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعي. ها هي الميليشيا تعود من جديد، ولكن هذه المرة لتهدد باعتقال الأساتذة والموظفين وتقديمهم للمحاكمة بعد أن كانوا قد أعلنوا إضرابا شاملا رفضا للقرارات السابقة التي قضت بتعيين قيادات جديدة للجامعة تنتمي لجماعة الحوثي. إذن لا يزال الحراك الطلابي المناهض لسيطرة الميليشيا جزءا من حراك مجتمعي يرفض إقحام العمليات التعليمية في الصراع ويرفض القرارات الأحادية التي تفرض بقوة السلاح.